في فرق شاسع دلوقتي ما بين الشكل البني آدم قبل ما يزرع وشكل البني آدم بعد ما زرع. زراعة الأسنان تكنولوجيا لا تقبل المفاوضة. احنا دايما بنقول كده بنجري ورا التكنولوجيا بشكل مرعب. ده كله فن. دي ناس اشتغلت في الحاله دي عشان تطلعي النتائج. الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقميه. مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور شادي علي حسين. اهلا بك يا دكتور شادي. اهلا دكتور ايمن، منورنا والله. ربنا يخليك. هبدا معاك بالابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ التشخيص السليم كلمه صعبه جدا، هي حجر الزاويه والبدايه الحقيقيه للتجميل والعلاج. ما بقاش تجميل بس في عالم طب الاسنان ده دلوقتي الناس فاهمه يعني ابيض ولا اسود ولا رمادي. لا طبعا ابيض هو صح، بس الناس فاهمه كده. الناس مش فاهمه ده، ويمكن لو حبينا نفهمهم يمكن هجيب لهم حاله يعني من اقصى درجات الصعوبه. كويس. الحاله الحقيقه كل ناس كتيره شخصتها او حاولت تعالجها بشكل غير مظبوط، وادى وهو كان طفل مش كبير يعني حد 20 سنه و 20 سنه شاب صغير وحب ان هو من هو طفل بيحاول يعالج في اسنانه، وكل دكتور يقول له حاجه وهو فقد الامل في العلاج. فالمريض ده كان عنده فقد وراثي في احد القواطع، كان عنده القاطع الثاني بيك شيب ديلاترال اللي هو شكله مدبب، فواخد مساحه صغيره جدا، وفي نفس الوقت ابتدت بقى ايه العضه تبقى مش مظبوطه، فابتدى يفتح الناب ده يرجع لورا هو والقواطع، وابتدى يبقى عنده فراغ كبير جدا ما بين القاطعين الاماميين اللي بيسموها الفلجه، والفراغ ده يعني ده كوظيفه يعني كان عندنا ثلاث مشاكل يا دكتور. اول حاجه مشكله شكل، ان شكل القاطع عامل مربع عامل زي البنت شكلز، والقاطع الثاني شكله مدبب عامل زي الهرم. حاجه دي اول مشكله شكل. تاني مشكله فقد في اسنان مش موجوده. تالت مشكله اتجاه، ان في فراغات ما بين الاسنان والاسنان متحركه من مكانها. لو جيت تحل حضرتك عايز دلوقتي دي تشخيص المفروض ان هو يوجه المريض للتخصص المظبوط. فلما تيجي تحلها من وجهه نظر التركيبات حضرتك عايز تقفل المسافه دي، تقفلها هتضطر انك تكبر القاطعين دول. لو حليت تركيبات بس هتكبر القاطعين دول تخليهم كبار جدا، وهتحط القاطعين التانيين صغيرين جدا، هيبقى عندك اثنين قاطع كبار جدا واثنين قاطع صغيرين جدا، والناب راجع لورا والعضه مش مظبوطه. كويس. الفك السفلي نفس القصه، عنده القواطع صغيره، ولو حب يكبرها هيبتدي ان هو برده يبقى حجمهم كبير ومش متناسب في العضه ولا في الشكل مع المريض ده هيتوجه لفين؟ طب لو انا حبيت احلها بالتقويم، هقرب القاطعين دول جنب بعض، الزقهم في بعض، واجيب القاطع ده جنبهم واحط الناب جنبهم، هيتفضل لي هنا مسافه فاضيه، هجيب مكانها ناب، ففي الاخر هيبقى شكله عنده قاطع كبير جدا جنبه ناب، وفي الاخر رصيتهم كلهم بس شكل المريض وحش جدا ومش عارف يضحك. طيب الحل ان تدمج التخصصات. اثنين يشتغلوا مع بعض، ثلاثة يشتغلوا مع بعض. اوكي، الأول بتاع التقويم. التقويم يشتغل الأول. بتاع التقويم يقرب لي السنتين القاطعين دول، يقفل لي الفلجة دي. كويس؟ في نفس الوقت اسمه فلق السعد. أيوه. في نفس الوقت يقفل لي فلق السعد ده. يقفله ده خالص. عشان نعرف ينطق الحروف صح. لا، عشان نعرف نعمل كمان تصميم ابتسامة مظبوط ووظيفة مظبوطة. القاطع اللي شكله هرمي البيك شيب لاترال ده نجيبه في النص بالظبط، في المسافة ما بين الناب وما بين القاطع، بحيث ان احنا نقدر نكبره ونفتح مسافة للقاطع التاني، والناب
نقربه ونعمل عضة مظبوطة، الفك العلوي مع الفك السفلي، والناب الشمال قفلناه مع اللي بعده. الناب اليمين ما قفلناهوش مع اللي بعده، ليه؟ علشان الناب الشمال حجمه أكبر من الناب اليمين، فعندي مشكلة حجم، فده برضو التخطيط، إن أنا هكبر الناب اليمين عشان يبقى قد الناب الشمال، فلازم أسيب له مسافة عشان مش هكبره على حساب القاطع بس، ما أنا كبرته على حساب القاطع بس، القاطع ده هيبقى أصغر من ده. فعشان يبقى القاطعين قد بعض يبقى انا هسيب مسافه كمان، لو تلاحظ في الناحيه اليمين او الشمال بقى في الصوره ان الناب ده في مسافه ما بينه وبين اللي بعده، الناحيه الثانيه ما فيش المسافه دي، ليه؟ لان الناب ده اكبر من الناب ده، فانا محتاج ان انا اسيب المسافه دي عشان لما اكبره يبقى انا كبرته شويه من اليمين وشويه من الشمال. بعد كده ينتقل لعلاج اللثه، يبتدي بتاع اللثه يمسك الليزر يشكل لي النص دايره بتاعت كل سنه بالحجم الطبيعي بتاعها، ده قبل حتى التركيبات ما يدخل، قبل التركيبات. فيبتدي يشكل النص دايره دي، وكل نص دايره ليه شكل يا دكتور ايمن. يعني النص دايره بتاع القواطع اللي في النص السنتر بتاعها جاي يمين وشمال، مش جاي في النص. النص دايره بتاع القطع اللي جنبه النص دايره بتاعه جاي في النص بالظبط، يعني اكنه نص دايره جاي كده وجاي كده، ده التصميم الابتسامه بقى الايديال. وبعدين النص دايره جاي كده، وبعدين النص دايره بتاع الناب جاي شمال قريب لبعضه، فيديك الشكل الطبيعي بتاع اللثه. ثم بعد كده تنقله لقسم التركيبات، تبتدي يعمل له تصميم لنص اللثه هنا. شايف اللثه اللي بنتكلم عنها؟ ده اللي انا بقول لك عليه، النص دايره بتاع القواطع اللي في النص راحت يمين، نص دايره بتاع القواطع اللي في اليمين اللي جنبيهم في النص بالظبط، النص دايره بتاع الناب بيبقى جاي كده وطالع لبره شويه. ففي كل لثه، كل دايره او كل قبه من قبب اللثه فوق كل سنه له شكل مختلف عن الثاني. طبعا ده في الطبيعي، في الطبيعي وفي التصميم المثالي اللي احنا بنعمله، اللي هو المفروض ان احنا عايزين نوصل له، اللي انا عايز اوصل له. اوكي، بعد كده ابتدي اصمم الاسنان بالشكل ان انا الفراغات اللي عملها لي بتاع التقويم لما جيت حطيت فيها اسنان بقت السنان فيها سيمترية مطلقة. اليمين زي الشمال بالظبط، القطع ده قد القطع ده، متناسب مع حجم القطع الصغير ده والقطع الصغير ده، يعني الثلاثة اليمين قد الثلاثة الشمال، وكمان في تناسق ما بين حجم القاطع الكبير والقاطع الصغير والناب. كل ده اوجدناه منين؟ من الفراغات اللي عملها لي بتاع التقويم ومن الاشكال اللي عملها لي بتاع اللثه. فاذا الكمبيوتر بيشكل طبقا للي احنا عملناه له في التحضير عن طريق التقويم وعن طريق اللثه، نقدر نوصل للشكل الايديال ده. ان انا بقى عندي بقى الاسنان كلها مرصوصه، لثه مظبوطه، لثه مظبوطه، كل واحده رايحه في كل الفراغات اللي اتكلمنا عنها او المسافات اللي سبناها من ايام التقويم بالظبط. انا عارف بالظبط هستخدمها ازاي وهحط فيها ايه وشكل الفك نفسه كبر. يعني حضرتك لو تلاحظ كده تحس ان الفك نفسه شكله عرض، على الرغم من ان العمليه دي كلها استغرقت قد ايه؟ شهرين ونص. فاذا عملنا تقويم خد شهر ونص، خدنا اسبوعين في علاج اللثه، وعملنا التركيبات بقى براحتنا، عملنا الاول مؤقت وبعدين عملنا الفاينل عشان نقدر نوصل لده. فهو اذا التشخيص السليم، ما هو الاجهزه دي موجوده عند الناس كلها اللي هم بيشتغلوا بالاجهزه دي، بس مين اللي هيقول هستخدم مين امتى؟ هو ده حجر الزاويه زي ما بيقولوا في التشخيص السليم. طيب هاخدك معاه يعني في اسئله صريحه جدا، اسئله خطيره، تمام، اسئله مريعه، تمام، اسئله فظيعه. بجد يعني هقول لك على اسئله النهارده في المتهم والجني والبيئي هتبقى مفاجئه. تمام، فخلينا نروح للمتهم والجني والفريق. جاني، متهم أم بريء؟ السؤال الأول، المنظومة الطبية أو المنطقة الطبية، حيث مكان طبي تعمل في طب الأسنان متبني القشرة التجميلية، أي حالة تدخل للمركز ده يعملوا لهم قشرة تجميلية، هم شايفين إنها إيه؟ أسهل، هم متدربين عليها، يقول لك كل المشاكل حط لها القشرة التجميلية وخلاص. الكلام ده بيحصل، دول متهم ولا جاني ولا بريء؟ ده يتضرب بالنار في ميدان عام. ده موجود بنسبة كام في المية دلوقتي؟ كتير كتير كتير، يعني للأسف التجارة في الطب بقت كتيرة. القشرة التجميلية تحديدا سولت لمن لا يمتلكون قدرات كبيرة، ما هو مش محتاج لتحضير كبير ولا بتاع ولا حاجة. لا العكس، بالعكس، ما انا عارف، ما هو هو لا ده اللي في دماغي. دكتور ايمن هقول لحضرتك على حاجه، يعني في تكه كده صغيره في موضوع القشره التجميليه ده بالذات يمكن انا ما اتكلمتش فيها قبل كده. القشره عشان تتعمل
انا عندي التنه بتتكون من مكونين اساسيين، العاج والمينا. كويس. البورسلان بتاع القشره اللي هو نص ملي ده، عشان يمسك في سطح واحد من السطح الخارجي بس لازم يمسك في مينا. لو الدكتور شال من السنه ووصل للعاج هيحصل للمريض ده حساسيه رهيبه جدا، التهابات في الاعصاب وكل شويه هتقع. كويس. عشان حضرتك تحضر في المينا، بس المينا دي حجمها في يمكن عند اللثه 0.8 من الملي، يعني 8 من 10 من الملي. حجم صغير جدا. حضرتك لو استخدمت التولز العاديه او الادوات الطبيعيه بالعين المجرده، انت في الحته دي بالذات كل ما هتيجي تحضر هتوصل للعاج، والحته دي هي اللي بتعمل حساسيه مع السخن والساقع، والحته دي هي اللي بتعمل التهابات عند اللثه، والحته دي اللي بتخلي التركيبه تفك، والحته دي اللي بتعمل لك الخط الاسود فوق القشره. فهي الحته دي هي الجنكشن او العلاقه ما بين اللثه وبين التركيبه، هي اهم حاجه في التركيبه. دي ما تجيش غير بالمايكروسكوب. حضرتك بتكبر بالمايكروسكوب، بتشتغل باداه رفيعه جدا، مايكرو رامبر رفيعه جدا، تبتدي تعمل بيها الفينش لاين في الحته دي، تفنش او تعمل بيها التحضير في الحته دي علشان خاطر تقدر تعمل القشره التجميليه بشكل مظبوط. بيجي لي مرضى كتير جدا جدا، انا عملت قشره وما نمتش، الم رهيب يا دكتور في اسناني كلها مش مستحمل، او ده كل شويه تقع اروح للدكتور يلزقها لي. فاقول له حضرتك ده دخل في العاج، شال المينا ودخل في العاج، فما قدامكش حل غير ان انت تحط طربوش كامل. انت الطربوش الكامل بقى بيحمي السنه، مبقاش فيه حساسيه لو معمول بشكل مظبوط. القشره لا، القشره معموله عشان تتحط على المينا، مش عشان تتحط تبرد لها وتحطها على العاج زي الطربوش، لا دي بتتحط على المينا عشان تعوض تعويض للمينا جزئي. الطربوش بيتحط بيعمل تعويض كلي للمينا. فدي قصه ودي قصه، رغم ان يعني في ناس كتيره بتشوف ان الاثنين تقريبا قريبين من بعض في التحضير، فعشان كده عندهم مشاكل، وهو كله اخرط اخرط اخرط، اعمل اعمل اعمل، الزق الزق الزق، وفي الاخر المرضى بيعانوا يا عيني من التهريج ده. تعال نشوف بقى الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ العضه الغير سليمه تعيق عمليه التجميل تماما وتبوظها وتهدها راسا على عقب. يقين جدا، يقين جدا. وانا يعني انا بصراحه وانت بتحكي كده انا يعني بفتكر موقف، يعني بضحك بشكل رهيب جدا. كان في احد البنوته جايه لي، والله يعني سبحان الله انت بتخليني يعني عالم الاسنان بقى في طب في كوميديا رهيبه فعلا، يعني تلاقي او قسم البنات يعني. فجالي بنوته عندها العضه مفتوحه اللي هو اللي بيسموها الاوبن بايت. فالفك البريمولرز والاسنان ما فيش لامس غير دروس العقل ورا، وكل الفك كان مفتوح. فراحت للدكتور قال لها ايه؟ قال لها اعمل لك تجميل. عمل ايه بقى سعادتك؟ مسك السنان الاماميه وقام مطولها عشان يقفل طول السنه نفسها. بقت ثابت لايك. وقدام قافل وورا اسنانها ما بتقعدش على بعض. والمنظر تشوفه البنت حصل لها مشاكل في الفك. البنت اشعاعها تسلايد، مفيش بقى دراسه للعضه ولا اوكلوجن ولا بايو ميكانكس ولا اي حاجه، ده يعني شغل نجاره. فقفلت البنت مش عارفه تقفل سنانها على بعض، بنت عندها حصل لها مشاكل في الغضروف، ابتدت عندها مشاكل كتيره جدا، وحولت حياتها الماساه ليه؟ من ان هي حاله اوبن بايت لحاله ديسلوكيشن وحاله مشاكل في الفك، وجايه بتدور، يعني هي بتتكلم في التليفون على الكول سنتر بتقول لهم انا عايز دكتور فك. هي مش فاهمه، هي عندها مشاكل في الفك مش فاهمه. بيقول لهم عندكم دكتور فك؟ انا مش عايز دكتور سنان، انا عايز دكتور فك. فقلت لهم طب هاتوها بس نشوفها، انا عايز اشوف. ما انا دايما بحب ايه؟ يعني دايما لما دايما حتى نتكلم معاك في برنامج الدكتور بحب اشوف الخلفيه بتاعه المريض عشان افهم هو طالب الطلب ده لاي سبب. فقلت لها ايه المشكله؟ قالت لي فكي بيطرقع بعد ما رحت عملت اسناني. هي بالفكر بقى كده، لا طالما انا عملت اسناني ودكتور السنان ما خدش باله من دي وحصل لي مشاكل فك، يبقى انا مش عايز دكتور سنان، انا عايز دكتور فك. فطبعا فكينا العك ده كله، ابتدينا نعالجها الاول، نقفل العض بالتقويم، وحطينا اسنان بقى بشكل مظبوط، الفك استريح ورجع بقى زي الفل. ف
هو it's all about science, it's all about العلم اللي احنا بندرسه علشان خاطر نقدر نوصل للنتائج المظبوطه. عايز اقول انه لازم اي دكتور سنان يتحمل مسؤوليه ان هو يتعامل مع المرضى بشكل مباشر في منظومه خاصه به هو او باسمه هو او حتى في منظومه الجامعه. لازم يتحمل انه مشاكل السنان بتكون مشاكل مزعجه ومؤلمه وبتخلي يعني صديقه عزيزه حصل لها مشكله فبتقول انا قعدت خميس وجمعه عادي على العمل المشكله يوميا ودي دعوتها بالسجاير. يعني مسؤوليه كبيره. طب طب كالعاده مبدع الاستاذ الدكتور شادي علي حسين في الناس الحلوه. خليكم دايما مع الناس الحلوه. خايفه من الواقع بتاع السمنه المفرطه والمستقبل بتاع ماذا يحدث بعد العمليه. احنا كنا في كابوس محبوس جوه نفسك. هدفنا ان احنا نعمل حاجه جديده ما حصلتش على مستوى الوطن العربي. ما تخرجيش خليكي قاعده. الناس حواليا وكلامهم ليا انا كنت دايما بتاثر نفسيا جدا من الموضوع ده. كان هدف القصه دي كلها ان الناس دي تنقل للي عايز يعرف الحقيقه. الحقيقه عامل زي مليون الف شبح كده بيحاربوه. اصحابهم المرض النفسي. كان نفسنا كان قبل العمليه بيبقى صعب ايا كان. قصدي البشريه. احنا مبسوطين بوزننا وكل وسعت وما يهمكش اي حاجه. ده واقع ولا كدب على نفسك؟ انا شخصيا اتعلمت اتريق على نفسي قبل ما حد يتريق عليا. كان اكتر حاجه بتهون عليا احلام اليقظه. لما بيبدا يحصل نزول في الوزن بيبدا يحصل نحت للهيكل بتاع الوش بتبدا الملامح الحقيقيه تبان. بقت الحياه قدامهم فيها امال وطموحات ومولد جديد.